الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما الى يوم الدين. اما بعد، استكمالا لتعليقه على كتاب رياض الصالحين الحافظ النووي رحمه الله تعالى، كلامي على السنن الرواتب التي ذكرها المصنف إجمالا وتفصيلا، فمن المسائل المتعلقة بالسنن الرواتب ما جاء في حديث أم حبيبة رضي الله عنها أن من صلى لله 12 ركعة في كل يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة. فهل هذا في كل يوم أو في من حافظ على هذه الركعات في كل عمره؟ على خلاف بين أهل العلم، فبعض أهل العلم ذهب إلى أنها في كل يوم وليلة، وفضل الله عز وجل واسع. ومثل هذا الفضل ورد في حديث أخرى، كمن قرأ سورة الإخلاص في كل يوم 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة ونحو هذه الأحاديث. هذا في كل يوم لو فعلها الإنسان، فمثلها هذه السنن الرواتب. فإذا صلى في اليوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وعلى القول الثاني أن هذا في من حافظ عليها دائما بنى الله له بيتا في الجنة، والأقرب هو القول الأول لعموم الحديث، من صلى لله 12 ركعة في كل يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة، وفضل الله واسع. هنا تأتينا مسألة أخرى ونختم بها الكلام على السنن الرواتب، وهي أن يوم الجمعة ليس في صلاة الجمعة سنة راتبة قبلية، وفيه سنن بعدية، وهي إما ركعتين، إما ركعتان، وإما 4 ركعات، وإما 6 ركعات كما ذكر بعض العلماء جمع بين الحديث. فإذا قلنا إنها ركعتان أو 4 ركعات لا تدخل في حديث أم حبيبة من صلى الله في كل يوم وليلة 12 ركعة، لأنها أقل من 12 ركعة، تكون 10 إلى 8 ركعات في اليوم. فكيف يجاب عن هذا؟ أولا يجاب من وجهين. الوجه الأول أن الحديث جاء في الغالب، في الغالب، والغالب أن جميع الأيام 12 ركعة ما عدا يوم الجمعة، ولا حديث تأتي إما على التحقيق وإما على الغالب، فهذا جاء على حكم الغالب. والرد الثاني والوجه الثاني هو أن يوم الجمعة يصلى فيها 6 ركعات بعدية، يصلى فيها 6 ركعات بعدية، ولكن هذا على القول بأنها تصلى 6 ركعات. وقد ذكرنا القول الصحيح في هذه المسألة والراجح في الدروس السابقة. ثم قال رحمه الله تعالى: باب استحباب جعل النوافل في البيت، سواء الراتبة أو غيرها، والأمر بالتحول للنافلة من موضع الفريضة، والفصل بينها بكلام. وهذا الباب فيه عدد من المسائل. أول مسألة: باب استحباب جعل النوافل في البيت سواء كانت الراتبة أو غير الراتبة. الأفضل أن تكون صلاة النافلة في البيت مطلقا، هذا هو الأفضل. والمسألة الثانية: الأمر بالتحول للنافلة من موضع الفريضة أو الفصل بينهما بكلام. وهذا فيه أن المسلم إذا صلى الفريضة فإنه لا يتبعها بالنافلة مباشرة في نفس المكان. والسبب في هذا ما هو؟ السبب في هذا حتى لا يزاد في الفريضة ما ليس منها. يعني قد يرى أحد الناس هذا الرجل بعد الفريضة يقوم ويصلي مثلا 2 ركعة السنة، فيظن أنها من الفريضة، خاصة إذا كان جاهلا لا يعلم، فيزاد في الفريضة من غير علم. فلذلك احترز الشرع للفريضة بأن لا يزاد فيها ولا ينقص، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفصل بين الفريضة والنافلة إما بكلام أو بخروج كما سيمر علينا بإذن الله. قال رحمه الله تعالى: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. متفق عليه. وهذا الحديث صريح أن أفضل الصلوات تكون في البيت غير الفريضة،
كل نافلة الأفضل أن تكون في البيت، سواء راتبة، صلاة ليل، صلاة وتر، أي نافلة الأفضل أن تكون في البيت. ما هي العلة في هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الآخر الذي ذكره المصنف عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. متفق عليه، حتى لا تكون البيوت كالمقابر. هذه هي العلة. والعلة الثانية في حديث آخر لم يذكره المصنف: فإن الله جاعل في صلاتكم في بيوتكم خيرا أو نورا. فإذا الصلاة في البيت خير ونور، وأيضا خروج من مشابهة المقابر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تتخذوها قبورا، لا تتخذوا البيوت قبورا. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا تتخذوها قبورا؟ أي لا تجعلوها من غير صلاة. وهذا نستفيد منه فائدة أخرى عقدية، وهي أن الصلاة في المقابر لا تجوز، وإلا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جعل البيوت قبورا بعدم الصلاة فيها، لأن الذي لا يصلى فيه هو المقبرة. قال: ولا تتخذوها قبورا، أي لا يصلى فيها. ثم قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. رواه مسلم، حيث ذكره المصنف رحمه الله تعالى، قال: فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. وفي حديث آخر قال: نورا. فالصلاة في البيت، صلاة النافلة، خير ونور. قال: وعن عمر بن العطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، فقال: نعم، صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم وتخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم ونخرج. رواه مسلم. هذا الحديث فيه فوائد: أول، وحرص السلف رحمه الله على العلم وسؤال أهل العلم. فعمر بن العطاء ذكر أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب رضي الله عنه ابن أخت نمر رضي الله عنه يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، يعني أن نمر رضي الله عنه صلى صلاة فأنكر عليه معاوية رضي الله عنه شيئا، فأراد أن يسأله عن هذا الأمر الذي أنكره عليه معاوية، فقال: نعم، صليت معه الجمعة في المقصورة. والمقصورة هذه وضعها معاوية رضي الله عنه، وأصل هذه المقصورة التي كانت توضع في المنبر وهي كالقرفة كما ذكروا، قالوا لأن معاوية رضي الله عنه أراد قتله أحد الخوارج في وقته فوضعها من أجل الحماية، فبقيت في الناس إلى يومنا هذا يضعونها حماية للخطيب. قال: صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل، يعني لما دخل معاوية أرسل إلي، أرسل إلى نامر ينكر عليه ما فعل، فقال: لا تعد لما فعلت، لا تعد للفعل الذي فعلته. ما الذي فعله؟ أنه بعد صلاة الجمعة قام فصلى في مكانه مباشرة. قال: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، يعني لا بد أن تفصل بين الصلاتين، إما بكلام أو بخروج، وأفضل الخروج أن تخرج إلى البيت فتصليها في البيت، أفضل الخروج أن تخرج إلى البيت تصليها في البيت. ويأخذ حكم الخروج هنا تغيير المكان، يعني الانتقال من مكان إلى مكان، يعني يصلي الفريضة في مكان ويصلي النافلة في مكان آخر، هذا له حكم الخروج. وإلى نص الانتقال كما أذكر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الكلام والخروج كما في حديث معاوية، ولكن في حكم الخروج التحول من مكان إلى مكان وانتقال من مكان إلى مكان. ولو فصل بالكلام فإنه يكفي، يعني يصلي الفريضة ثم يفصل بين الفريضة وبين النافلة بكلام، مثل ماذا؟ الأذكار. فلو قام صلى في مكانه الذي صلى فيه الفريضة هنا لا بأس، لأنه فصل بين الصلاتين بكلام، سواء بأذكار أو بسلام أو بكلام مع أحد الناس أيا كان، والأفضل أن يفصله بالأذكار، فإذا انتهى من أذكاره قام وصلى النافلة.
فإذا لا نصل الصلاة بصلاة كما يفعل اليوم بعض الأجانب كما نرى، يصلي فريضة فما إن يسلم التسليمة الثانية قام وصلى السنة، وهذا منهي عنه، هذا منهي عنه. لا بد أن يفصل بين الصلاة والصلاة إما بكلام أو بخروج، ويأخذ حكم خروج الانتقال كما ذكرنا. معاوية رضي الله عنه قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، يعني لم يأتي معاوية بهذا كلام من عنده، وإنما هو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم ونخرج. هنا فائدة في قوله رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم ألا نوصل صلاة بصلاة، هذا عام، يعني قد يفهم بعض من يقرأ هذا الأثر عن معاوية أنه أنكر على نمر بعد صلاة الجمعة أن هذا خاص بصلاة الجمعة، لكن الصواب أنه عام في الجمعة وغير الجمعة، لقول معاوية عن الرسول صلى الله عليه وسلم ألا نوصل صلاة بصلاة عموم حتى نتكلم أو نخرج. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا بأي كلام، بأي كلام، لا لا ما في، لو 30 40 ما يضر.